سيئة ما جابتش نتيجة ساعتها ندخل في القانون. تلاقش يا حمد. أيوة يا سيدي، هعمل لهم اللي هم عايزينه واحد بيه. اعمل لهم اللي هم عاوزينه ازاي يا حاج؟ اي اجراء قانوني هتتخذه دلوقتي ده معناه ان انت بتعادي حافظ بيه سعيد وزير التنميه الاداريه مباشره. يا وحيد بيفهمني، انا مش سعادي ماليش صله بيهم خالص. انا اتفقت مع ابويا ومع احمد ومع محمد على كده، انا بره وهم يتصرفوا. لو باظت هتبوظ على الكل، ولو ظبطت هتظبط على الكل برضه. والله يا حاج اللي تشوف انا ما عنديش اي مشكله، بس في موضوع تاني ما اقدرش انفذ لهم فيه اللي هم عاوزينه. موضوع ايه خير؟ حق التوقيع مجتمعي. وما ينفعش ليه بس يا متر؟ لان حق التوقيع المنفرد اللي ليك باعتبارك رئيس مجلس اداره الشركه ده بيدي لك نوع من المرونه والاستقلاليه في اتخاذ القرارات السريعه اللي من شانها لو تعطلت تضر بمصلحه الشركه. ده نمره واحد. نمره اتنين، في خلط في المعاملات الماديه والحسابات بينك وبين مدام بدريه. يعني لو حضرتك مضيت مجتمع مع اي حد كان سواء من اخواتك او ابوك، ده بيديهم الحق ان هم يتصرفوا فيما تملك وما لا يملكون، ودي في حد ذاتها مغالطة قانونية وخلط للأمور المشروعة اللي تخص زوجتك وتخصك وتخص أولادك فيما بعد. حاج اسمح لي أن أنا أنبهك لأي ثغرة ممكن تقع فيها بأي تصرف ناتج عن وازع أخوي أو اعتبار أسري مهما كانت أهميته بالنسبة لك. أنت جاي تترافع هنا يا أستاذ؟ أنا دماغي مش ناقصة، أنت عايز تقول إيه يعني؟ عايز نرجع في كلامي؟ أطلع عيل قصاد أبويا قصاد إخواتي؟ والله يا حاج الموضوع ده يخصك أنت، أنا اللي عليا قلته، اللهم بلغت اللهم فشل. طب شوف لنا أي حل، شوف لنا أي حاجة في القانون كده يعني هتمحك فيها عشان بدل ما أطلع صغير قصاده. مع الأسف يا حاج مفيش سبب قانوني، لأن دي حاجة خاضعة لإرادتك أنت الشخصية. بس في حاجة ممكن نعملها، إحنا هنسوف ونماطل على قد ما نقدر بحجة تباطؤ المخاطبات والإجراءات البنكية وأهمية الانتظار لانتهاء السنة المالية عشان يتم التوقيع مجتمعين مع الميزانية الجديدة. وحلني بقى قبل ما السنة المالية تخلص يكون ربنا فرجها من عنده. أيوة كده يا أستاذ وحيد، صحصح معايا، ياللي مفيش حاجة في القانون ملهاش مخرج عندي. إلا حاجتين اتنين يا حاج، الاعتراف والدليل الدامغ، دول اللي أنا بقف قدامهم متكتف ما أقدرش أعمل أي حاجة، وأحيانا برضه ربنا بيسهلها. تتكتف إيه بس يا راجل؟ ده أنت حبال القانون كلها ما تعرفش تكتفك، أمال أنت اسمك وحيد ثعلب من شوية. وأنا شعرفت، ما يمكن يكون في حاجة حصلت بعد كده أنا ما أعرفهاش. انا قلت لك على اللي سمعته بوداني في الدقيقه اللي انا كنت موجوده فيها، وبعد كده في يجي مليون دقيقه انا ما اعرفش عنها حاجه. وبعدين انت ليه بتكلميني كده زي ما تكوني بتحققي معايا او عايزه توقعيني بالكلام؟ انا ما بكذبش يا بدريه. ما انا عارفه انك مش كذابه. طب ولما انت عارفه امال ليه بتلفي وتدور؟ عشان افهم واتاكد. هو مش جايز احمد جوزك يكون عمل الحكايه دي قدامك بالعين عشان توصليها لي؟ او امال الدب الدبه اللي اتدبتها دي؟ الله اعلم. والله يا اختي انا ما دخلتش جوه دماغه عشان اعرف فيها ايه. وبعدين هو عارف كويس قوي ان مراته مش نقالت كلام، يعني ما اظنش ان فكره زي دي ممكن تيجي في دماغه. ده بيتهيأ لك يا حبيبتي عشان انت عبيطه وما بتعرفيش ابدا تقفش اللي قدامك بيفكر ازاي. بصراحه انا ما بحبش اظن حاجه في حد ممكن ما تبقاش موجود. ان بعض الظن اسم. بعض الظن يا حبيبتي مش كله، عشان ساعات تظني وظنك يبقى في محله، وانا متاكده ان جوزك هو اللي لعب اللعبه دي. بس انا مش هسكت، مش بدريه اللي قعدوها في البيت وتسكت. هتعملي ايه يعني؟ هتروحي لهم الشركه بالعافيه؟ جوزك وحالف عليكي ما تروحيها تاني، واخواته مش عايزينك، هتدخليها ازاي بقى؟ مش هقولك ازاي الا بعد ما ادخلها تاني. المزاج، المزاج يا حاج، هنستورد المزاج والفشخره. الله 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 الله، ايه هنتاجر في المخدرات يا حاج؟ لو انت فاكر ان المزاج هو المخدرات وبس. امال ايه؟ المزاج قهوه، كافيار، استاكوزا، بكالار. بكا ايه؟ بكالار، ده سمك بتاع الناس اللي بتحب تدلع نفسها قوي. ده غير بقى ان احنا هنستورد تونة، سردين. انت عارف ان قطاع الاطعمة في اليونان بيحقق 25% من الدخل القومي. ايوه ماشي، بس البضاعة دي هنلاقي لها سوق هنا. هتشتغل زي النار، وهنستورد برضو معاها كده شوية جبن ومرق الدجاج. مرق الدجاج؟ اه، دي مكعبات كده بتتحط في الشوربه بتدي طعم الفراخ حتى لو ما فيهاش فراخ اساسا. ماشي خلاص، امشي في كل الاجراءات اللي انت عايزها، شوف لنا اقرب معدة السفر ونسافر نخلص. لا ما ينفعش دلوقتي، لازم نستنى شويه كده لغايه ما اعمل لي شويه مراسلات مع الشركات الكبرى وبعد كده. طيب اعمل حسابك على حاجه بقى، انت هتشتغل، انا هروح ادور على ابني. ما
مش بس هتشتغل، ده انا عايز ملف قد كده احطه في عين اي حد يقول ان انا كنت رايح ادور على وهم. هو اللي يدور على ضمان لا مؤاخذه يبقى بيدور على وهم؟ استغفر الله العظيم، ده اكيد اللي دخل في دماغك الحاجات دي هو الحاج فتحي. وللاسف انا عذره مش عارف اتكلم معاه في حاجه، بس زي ما انا بدور على حالي ومالي كمان عايز اعرف اي حاجه عن الواد ده. استغفر الله العظيم. طب انت عارف هو فين في اليونان يا احمد؟ كل اللي اعرفه ان هم فاتينا، غير كده معرفش حاجه. وهي اتينا دي حاره ولا زقاق؟ دي ارض واسعه. وبعدين انت وحظك بقى، يا ما تلاقيهوش يا ما تلاقيهوش. فعل الله ولا فعلك يا امجد. طب يلا يلا انزل بقى عشان زمانه محضروا العشاء، بس اوعى تقع وانت بتنط. انت مين قالك اني هنط؟ انا الاول اتسند عليك وامن نفسي تمام، وبعدين اقوم كده زي الجن. يلا بينا ناكل ونخش على المرشيدس. يا وحشني. ودول بيتكلموا عربي يا امجد؟ مكسر. اه انا عندي واحده زيهم في البيت بس مش طايقها يا اخي. ليه؟ دول غريب وبيعملوا اي حاجه وكل حاجه ونضاف جدا، وبعدين ما تلاقيش واحده منهم راميه معاك ودن، وحتى لو راميه معاك ودن مش هتفهم اياته حاجه. وبعدين بقى ما تلاقيش مشيالك مع المكواجي، ولا هربانه مع السواق، ولا سرقت غوايش المدام والحاجات اللي احنا عارفينها دي. ايوه ايوه. دي بقى مسلمين ولا مسيحيين؟ تصدق ما سالتش. هي اللي عندك مسيحيه ولا مسلمه؟ لا مش مسلمه، بس ما اعرفش ديانتها ايه بالظبط. انا كنت هتعمل بديانتها ايه؟ المهم تكون بتشوف شغلها مظبوط ولا لا. طيب واحنا بقى مش هنشوف شغلنا يا مجودة؟ يلا يا باشا. اللي انا هكلمك عليه ده مجرد فكره في دماغي، وما اعرفش اذا كان لك فيها ولا لا. لو ماليش فيها ما تقولهاش، وبعدين ما يبقاش ليها فيها. ما انت عارف القرار مش ليا لوحدي. طب قوله بعد كده نبقى نشوف. بص يا سيدي، انا عايز اعمل هيئه نقل عام بس تبقى خصوصي. طب منين عام ومنين خصوصي؟ انا هقول لك يا سيدي، نقل عام لانها بتنقل الناس بشكل عام، وخصوصي لان ملكيتها خاصه بي انا. طب ودي تيجي ازاي دي يا احمد؟ تيجي من المانيا يا حقيقه. مش انا قبل الاكل قلت لك يلا نروح مرشيدس؟ اه هي دي مرشيدس. كل يا حقيقه. يا نهار ازرق ازرق على دماغك يا اخي، ايه البوز الاخص ده؟ بقى انا برضو بوز اخص يا حاج فتحي. لا يا سيدي لا يا سيدي، بوز اخص ايه بس؟ انت برضو يعني خضيت الحاج، زرقت اليوم كده. بعدين انت ايه اللي خضك يا حبش؟ شفتنا يعني خدنا بعدنا ونزلنا على المانيا اشترينا ال 2000 اتوبيس مرسيدس وجينا؟ ايه اللي خضني ليه؟ ما انا عارف اي حاجه بتطلع في دماغكم بتعملوها. هو انا عبيط عنكم ولا ايه؟ الله. طب وفيها ايه لما نعملها؟ فيها انه بيزرق اليوم. شفت الوقصه اللي احنا فيها؟ اكتر واحد مقربينه منا ومعرفينه اسرارنا، بدل ما يزق لنا النجاح ويساعدنا بيهبطنا. شفتوا النصيبه؟ معلش معلش يا حاج، نعرف برضه هو